ماشي معكم باس الله يرحمه ويوسع عليه وعزائنا العائلة ديالو لا الصغيرة والكبيرة وجميع الودادين اللي افتقدنا اليوم رجل من خيرة الرجال، تنتمناو ليه الرحمة والمغفرة وشكرا للجميع. نبغي الناس اللي غتسمع هذا الكلام انني غنهضر كرياضي ماشي ككواري في الرجاء ولا كواري في الفريق الوطني ولا ولد الدار البيضاء ولا ولد المدينة، انا غادي نهضر كرياضي في حق هذا الانسان. كل ما غادي نقول في هذا حق الانسان قليل وخجول انني حيت ما عرفش نقول داك الشيء كله. هذا الراجل قبل ما يكون رياضي راه انساني، رجل الخلق من الاخلاق الطيبه المستوى العالي. هذا السيد اللي مات وجيت انا اليوم والاخوان يشوفوه، جينا مع رجل اللي تيحب المغرب وتيحب الرياضه وتيحب الوطن ديالو ومخلص. هذا الراجل هذا كان علو يموت دابا ومخلي المدينه والدار البيضاء كلها ملكه، وكان عنده السلطه يدير اللي بغى، ولكن نقي مع سيدي ربي مات هو ساكن في ابارتمون وحده. ثانيا هذا السيد تنحبوا حنا كرياضيين حيت سير واحد الفريق عتيق، فريق كبير، ودا معاه لي تيتر وهو الوداد، وبيه هو باش الوداد دات بزاف تاع الالقاب، وبيه هو باش الوداد لعبات ابرامي ولعبات انيني ولعبات كذا كذا كذا، حيت كانت عنده ديك لوي دو ميتر، النظره ديال الاستاذ تيشوفهم دري خدا دري صغار. هذا الراجل هذا دار خير في الكره المغربيه، هذا الراجل هذا دار خير في الرياضي المغربي. ضروري اذا هذا الراجل كل ما نقول فيه كل ما نقول انا يعني قليل، وفوق هذا الشيء كامل راه داز في المقاومه داز تنقولوا وطني. هذا هو اللي عند السي جدايم الله يرحمه ويلي برحمه الله وطني ورياضي، ما عندوش انا بريزيدونت الوقت انت في الرجاء وانت لا تيحب كل شيء. هذا الراجل هذا سي سعيد واش غادي نقول لكم؟ الله يرحمه ويرحمه ويري برحمه الله، ولكن ماشي الصحه الرياضيه اللي فقدت السي جدايم، فقدوا المغرب كامل هذاك السيد. ما نظنش واش مازالين اللي مشى من الناس المسؤولين في الرياضه لقاو بحالو كذوب. مشات الرياضه تتمشي، مشاو الناس تيديو الرياضه ديالهم معاهم وتيديو الحب تاع الرياضه معاهم وتيديو حب الوطن الحقيقي معاهم. السلام عليكم. نسمعوا تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.